هل تتذكرون الضحاك؟ هذا الملك الذي ذكرته كتب التاريخ، والذي ما إن أصبح ملكاً في زمن النمرود حتى جاءه إبليس وهو يرتدي زي الطباخ، فوافق الضحاك على تعيينه في المطبخ الخاص. وكان الضحاك هو أول شخص يأكل اللحم، بينما كان الناس يعيشون على أكل النبات، واعتاد على أكل اللحم من يد إبليس. وذات يوم دخل عليه إبليس فطلب منه الضحاك أن يقوم باقتراح أي شيء ليقضيه من أجله. فطلب إبليس في ذلك الوقت من الضحاك طلباً غريباً للغاية. ترى ماذا كان الطلب؟ وكيف انتهت حياة الضحاك؟ طلب إبليس في ذلك الوقت من الضحاك أن يقوم بتقبيل منكبيه، أي كتفيه، لأنه يحبه ولا يريد مكافأة على خدمته له إلا أن يقبل كتفيه. وما إن سمح الضحاك لإبليس بأن يقبل كتفيه حتى خرجت حيتان سوداوان من داخل منكبيه الاثنين، فشعر بالخوف وسأل إبليس ما هذا؟ فأخبره أنها هدية منه قبل أن يسافر. فسأله الضحاك وماذا أطعمهما؟ نظر له إبليس وقال إنهما لا يأكلان إلا لحم البشر. وبذلك أصبح الضحاك قاتلاً، وبحسب الأسطورة كان الضحاك يضحي باثنين من شعبه يومياً ليطعم الثعابين برأسيهما، لذلك حصل الضحاك على لقب مردوش، وهذه الكلمة تعني ثعابين على منكبه. وقد رأى الضحاك في منامه ذات ليلة أن ملكه سيزول على يد أحد الملوك الذي يدعى فريدون، فقالوا إن هناك رجلاً سيولد في قريته سيكون اسمه أفريدون، وهذا الرجل سيكون زوال الملك على يديها. وغضب الضحاك غضباً شديداً وقرر أن يتخلص من كل المواليد في قريته، لكن واحداً منهم نجا وكان اسمه أفريدون، وكان رجلاً صالحاً يهتدي الناس برأيه، وهو ما تسبب في جمع المظلومين من الضحاك تحت قيادته حتى كان زوال ملك الضحاك على يديها. وفي ذلك الوقت ثار الشعب ثورة كبيرة على الضحاك نتيجة لعمليات إنهاء الحياة التي كان يقوم بها، فجمعوا جيشاً وجمع الضحاك أيضاً جيشاً حتى أسر أفريدون الضحاك وقيده في مغارة على جبل وقام بإنهاء حياته وخلص الناس من شره وظلمه. والبعض يقول أن قصة الضحاك هي نفس قصة الملك النمرود الذي أيضاً باع نفسه لإبليس وقتله شعبه في النهاية، لكن ما أثبتته الوثائق التاريخية أنهما مختلفان تماماً، وأن قصة الضحاك تعد واحدة من أشهر الأساطير التي وردت بالكتب الفارسية، ويعد من أهم الشخصيات الواردة في كتاب الشاهمنة، أي ملحمة الملوك، لكن باللغة الفارسية، لتبقى قصته مليئة بالعبرة والعظة لكل من باع روحه للشيطان لتكون نهايته مأساة مخلدة.